كنعتبر يعني الحضور المجلس الجالية في هذا الصالون انترناسيونال دو ليفر يعني مهم جدا، لانه هذه سنه سنين هو تيشارك، لكن في هذه السنه المجلس بغى انه اللجان اللي هما موجودين كلهم، لا ديال المواطنه والمشاركه السياسيه ولا ديال الثقافه ولا ديال الكولت اكسيتيرا، يكونوا ديال الكومبيتونس اكسيتيرا، يعني يكونوا موجودين باش يشرحوا يعني النقاش اللي وقع في هذه اربع سنوات اللي اشتغلنا فيها. ومن ناحيه ديال اللجنه ديالنا الصراحه تنعتبر انه هي لجنه اللي استغلت بطريقه جيده من عدد ديال الاجتماعات، ندوات داخل وخارج المغرب، التنسيق مع الاحزاب السياسيه المغربيه، مع الجمعيات داخل وخارج المغرب. لكن هذا النقاش يعني ما كيبقاش اليوم، ما تيوقفش اليوم هنا، هذا باقي يعني يزيد للقدام، لانه ما ننساوش راه الدستور الجديد تعطي في 5 ديال الفصول الحق ديال الجاليه المغربيه بالخارج بالمشاركه السياسيه، ولكن هذه المشاركه والمواطنه والمشاركه السياسيه خصها التنفيذ ديالها، يعني خصها تطبق. فاللي ما يمكنناش هو نشوفوا بحال الدول الاخرى اللي بقاو يعني 30 سنه بس طبق واحد الفصل من هذا اللي كيعطي الحق للمهاجرين ديالهم. لا، انا تنقول انهم مهما موجود في الدستور الان المشاركه السياسيه، انا تنقول انه لا دوبل ابارتينونس راه هي سي تري امبورطون بور نو، كل واحد فينا راه عنده هاد لا دوبل ابارتينونس، اللي هو اللي بغى يشارك سياسيا في بلد الاصل راه هو مهم جدا، لانه هو اللي كيعطيه ما يبقاش مهاجر ويبقاو يشوفوه كمواطن. ولكن كذلك الا بغى يشارك سياسيا في بلد الاصل خصو يكون الحق حتى هو موجود، وكل واحد كل مغربي غادي يختار فين غادي يشارك، واش له واش انا، ومن بعد في اطار مثلا الهويه ولا كذا ديما كتبقى ما يمكن لك تتخلى على البلاد فين انت موجود له، وما يمكن لك تتخلى على بلد الاصل. حاولنا في المجموعه هذه درنا واحد برنامج العمل، برنامج العمل كان فيه لقاءات، كان فيه دراسات، كان فيه ملتقيات مع الشباب، ملتقيات مع المرأة، ملتقيات مع مجموعات مهنية، مجموعات مختلفة، أطباء، فيه رياضيين، فيه الجيل الثالث لتخوازيام آج، حاول باش يحصر اهتمامات الجالية يعني قدر الإمكان. الندوة ديال اليوم المخصصة للمشاركة السياسية والمواطنة، يعني أيضا هذا من المواضيع المهمة اللي اشتغل عليها المجلس واللي كان فيها النقاش طويل، وأن المجموعات العمل جات كلها وقدمت هذا العمل من أجل نعتبروه ملف حساس ونعتبروه شيء مهم جدا ما يمكنناش نحلوه بالشعارات، وإنما خصنا فيه تفكير عميق ولازم نضمنوا واحد المشاركة واسعة للناس. ولهذا فضلنا نطرحوه في معرض الكتاب باش نعطيو فرصة لكل من بغى يشارك في النقاش ويدلي فيه برأي ديالو نرحبوا به. ونشرنا كتاب ديال أعمال هذه المجموعات العمل في 5 سنوات، هذا الكتاب كيقدم الحصيلة، كيعرض الإشكالية التجارب الدولية الموجودة في الميدان، ولكن ما كاينش تجربة واحدة ونموذج ممكن تطبيقه، لكل بلد كيبدع نموذج خاص به اللي غادي يحافظ على المصالح ديالو والمصالح ديال الجالية ديالو. باعتبار الحال هذا الموضوع ديال المشاركة السياسية في المغرب أحد المطالب ديال مجموعة ديال الجمعيات المغربية، ولكن ليس المطلب الأساسي ديال الجاليات. على الرغم من ذلك حنا غادي نتعاملوا معاه، والآن بما أن عندنا أغلبية حكومية كلها صرحت قبل الانتخابات وحتى بعد الانتخابات أنها مع المشاركة، يعني ربما كننتظروا التفعيل ديال هذا المضامين ديال الدستور اللي أعطى حق المشاركة لمغاربة العالم.